سبحان الله الوالد سيد الساشم شمس احمد رفاع الزين ابي شغل طريقه رفاع الصوفيه بيوته كلها زاويه بشويخ بالشاميه منصوريه كان كله يحب الزوايا شوفوا زاويه البيت هذا عجيبه حرف ال بالانجليزي وحرف اللام بالعربي الله الميعاد خياط الميعاد تواعدني ووعدك كمثل يقول وعدك بالوعد واسكيك يا كمون سبحان الله يا رب تكون مواعيدنا صادقة مع الله ومع أهل بيته وأصحابه ونصدق على قولتهم أصدقوا أدري هذا مني الطريق مفتوح ولا مسكر يا رب يا رب يا رب هذا أعطانا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق قال كفوا الأذى عن الطريق يا رب يا رب تفضل سيدي الصوفية كلها يحبون الأدب يا رب ظلمة خربس